بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد تَيَنَّا وَأَحْصُلَ عِدَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يُحدث ويحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقون بمعروف وأش. واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن قد جعل الله لكل شيء قدرا وَلَّا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر سر عنك سيئاته ويعظم له اجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليكم وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعلمنا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد دى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسول يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من قل مات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا لتعلموا ان الله